خلينا بقى نروح للمرشح المنافس للرئيس عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية، وهو رئيس حزب الغد. تقدم للترشح في اليوم الأخير قبل ما تغلق الهيئة الوطنية للانتخابات أبوابها، وحصل على رمز الطيارة. خلينا نروح نتابع. موسى مصطفى موسى المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية بدأ في الظهور قبل 13 عاما على الساحة السياسية في عام 2005، عندما نشب نزاع بينه وبين أيمن نور رئيس حزب الغد وقتها على رئاسة الحزب. وظل هذا النزاع دائر بين الطرفين إلى أن اعترفت لجنة شؤون الأحزاب بموسى رئيسا للحزب عام 2011. موسى الذي قدم أوراق ترشحه لانتخابات الرئاسة قبل غلق باب الترشح ب 24 ساعة أطلق حملة كمل جميلك يا شعب، التي طالبت بترشح الرئيس عبد الفتاح السيسي في عام 2014، كما بادر من قبل بإعلان تأييده للرئيس عبد الفتاح السيسي وتدشين حملة بمشاركة 28 حزبا تحمل اسم مؤيدون. ولد موسى مصطفى موسى في 13 من إبريل من عام 1952، تخرج في كلية الهندسة عام 1976. بدأ عهده بالسياسة عام 2004 بالمشاركة في تأسيس حزب الغد مع أيمن نور. شارك في دعم ثورة 30 من يونيو التي أنهت حكم جماعة الإخوان الإرهابية. ويتولى موسى إلى جانب رئاسة حزب الغد رئاسة المجلس المصري للقبائل المصرية والعربية. لم يظهر موسى في أي معترك انتخابي سوى مرتين، الأولى كانت ترشحه للبرلمان في 2010، والثانية محاولة ترشحه للرئاسة في 2012، لكنه لم ينجح في أي منهما ليعود للمشهد مرة أخرى، ولكن من أجل المشاركة في السباق الرئاسي. رئيس حزب الغد حاول المشاركة في الانتخابات البرلمانية في أواخر عام 2015، ودشن قائمة انتخابية تحمل اسم قائمة مصر، إلا أنه تم استبعادها بحكم قضائي لعدم استيفاء الشروط القانونية المطلوب توفرها لخوض السباق البرلماني. أعلن موسى خوض انتخابات الرئاسة وحصوله على ما يزيد عن 20 تزكية برلمانية من نواب البرلمان، وما يزيد عن 25 ألف توكيل من المواطنين، في مؤتمر صحفي عقد في 29 من يناير من عام 2018. وفي 30 من يناير أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات أن موسى مصطفى استوفى شروط الترشح لانتخابات الرئاسة، وسيكون هو المنافس الوحيد للمرشح عبد الفتاح السيسي. ريم سمير، الحياة اليوم.